السلام بعدا. الله يسلمك. تهلاو فيكم شويه في الطريق. سي تريبيان. انتوا صحاب الخارج، علاش كتجيبوا معاكم بزاف ديال القرنفل وبزاف ديال الصابون؟ انا بفهم الايمان. مي موا جي سوبورت بلي هادي لا بوليسيون. هضر معايا شويه بالعربيه حيت الظرف ديالكم جايين وباقي ما وصلناش ليه. واش كتعرف التلوث؟ تلوث؟ نعرفو، لا ماشي ثاني تنعرف، نشوفو نعرفو، مذكوري هو ياك. نو. دكاني. الناس كيرمي الزبل في الشارع بحال هذا المنظر ما يمكنش تشوفو عندنا حنا في اوروبا. والله الا قال لي ولد خالتي قال لي ساوسكي كان في فرنسا شاكل العرب ديال البنان غادي بحال كياكل يلا كان البنان لا الجلفه تصور الجلفه باقا ما وصلتش للارض وقفوا لي الجدارميه البوليس الاميري جمعوه هزوه بزاف ما عرفتش شحال ضربوه 1000 اورو غرامه ماليه وضربوه بشي 5 سنين. خمس سنين ما ياكلش البنان. لذا جي سوي ازماتيك جي سوبورت بلو ان دخوان ديال لا سيركيلاسيون. هذاك النهار عندنا واحد في الدرب مع السبعه ديال الصباح دار امارس الطوموبيله ديالو ما عنده واحد الخرشاشه واش يتخاخن ما تحيدت حتى السبعه ديال العشيه. سي با فري. والله الا وشتي والو ما كان ولاد الدرب لاعبين في التورنوا وفاقوا كلهم دقه وحده مع الثمانيه ديال الصباح داروا امارس الخرشاشات ديال الطوموبيله ديالهم وتخاخن فقنا حنا مع شي 11 تخلعنا مع التخاخن علاش كان صاحبو هذاك البركان ديال ايسلندا وصل عندنا. يلا معايا انا البلاد وتشوف واحد لوزين داروا وحده واحد الفيلاج صغير كل عام كيقتل ليهم 30 واحد. كيفاش كيموتوا؟ كيلوحوا فيه لي ديشي في الواد اللي كيعوموا فيه الوليدات الصغار. ما علي واد جهنم اصقر الشرف حيت ما كيعرفوش يعوموا. سي تري دونجور. انا ذاك النهار كنت في الغابه حالتها غير هاد الاثنين اللي فات تكلفوا بها صحاب الحد مشاو الغابة بداو كيشعلوا في الفاخر مساوه شاعلوا ومشاو بحالهم رجعوا لحد الاخر لقاو البومبية باقيين كيتفاخروا. حنا وصلنا واش ديروا؟ مشاو الغابة اخرى تاهي شعلوا فيها العافية اش غايديروا؟ نظافة. كيفاش نظافة؟ حيت الباب تعاد دخل حيد. علاش غادي نحيد الباب؟ توسخ لي الدنيا. انا راه داخل البير وما داخل الصالون ديال اختي. وخصنا نحافظوا على التلوث. حافظوا علاش؟ التلوث. شنو هو التلوث؟ هو النقا. راني هذوك الوراق اللي في الدوسي الحمر وخليك انت في التلوث ديالك. الوراق راه كيتصابوا من الشجر. جيت نحسبها لقيت بحال قطعنا انا وياك الغابة ديال بوزكورة كلها. هذوك اللي خاصنا نحافظوا عليهم راه الوراق البيضين اللي باقي ما تستعملوش. ماشي هادو لي عامرين. فالعامرين خصنا نحافظو عليهم. نبيعوهم لمور الزريعة. وليد دابا انت داير هادشي كامل باش تهزي الوراق العامرين تبيعهم لمور الزريعة. اسيدي ملي جاتك الحدا كاع دير داكشي اللي كنقول لك. كنقول لك الزبل ديما عزلو. دير الكارطون بوحدو، الوراق بوحدهم، الدجاج بوحدو. ما يمكنش. حنا امتى كنلوحو بعدا الطارو ديال الزبن؟ كنديرو الزبن فواحد الميكا وكنخليوها مخمرينا حتى يدقوا علينا الجيران ديك الساعة. هذيك النهار دقات عليا الجارة الله إلا حشمت قال لي واقيلا ميت عندكم شي واحد ريحتو عطاش. عاد كنخرج أنا الميكا غادي ونتسحلت بها ونتسلت نديرو كوب كما كيبان لي حتى واحد لوحة حدا موسكة وندردك. ملي أنايا غادي يكون عندي سبعة ديال الميكات كنهدي ليهم وحدة فيها الكارطون، الأخرى فيها البلاستيك، الأخرى فيها الكاميرا، تما غادي هاد سبعة الميكات كنتسلف نحطهم حدا مونساك كندردك بغيت أنا نتكرمع. وفي نظرك كيفاش غادي نحافظوا على هاد البيئة؟ تشحال نكون نديروا شي حاجة ماشي نبقاو أبلا بلا بلا، أنا في خبارك الصباح شنو درت؟ شنو درت؟ بنيت جوج شجرات. شنو درتي؟ بنيت جوج شجرات. ودرعتي أش من بنيتي؟ مزيان اسيدي مزيان وفين درعتيهم؟ هنا قدام الباب. حكمني انا جيت بغيت نستاسيون الطوموبيل ما بقاش في ستاسيوني. ومزيان اصاحبي ديك جوج شجرات نخليهم يكبروا يتربكوا يوصل العيد الكبير نقطعوهم نرجعوهم فاخر نبيعوهم ندبر صغير. تبارك الله على اللي باغي يحافظ على التلوث. وهذا الشيء كامل اللي قلناه باش تستهلك بلا ما تستهلك. قال انت صافي الله يسامح انا بقول لي بالضبط شنو وقع عرفتي اللي خرجتي عليا بان لي الزبك وحاجه دايره في ميكات وحاجه دايره في ميكا هذه نعس مع الميكات حاضر مع مستاكا تخرج لي من الفراش شدني بطبطني
مزيانة تعليمة، ولكن نظافرة ما فيهاش غير السياق والأرض والبلاكارات. رفع راسك، راسك مرة تدوش عبد الغفور. طيب خلنا كل الشهور ندوش.